الرابع من أركان الإيمان. او چارمی رکن چا ایمان رکن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ایمان آرگ نبیان سرا پیغمبران سرا. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. ما ایچی سرا ایمان کارن که الله بندیان آهنی عبادت کنه نبی. رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. والله پیغمبر رسول ادروبن کنه نبند. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لنا. والله رب العالمين رهدا تغن مي واسطه ادوا الامان التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها اكمل اداء اهم امانتك الله رب العالمين اه داتغن اها با جوانيه اورتو مر سركتو داتغن ونصح الامه اكمل نصح او هما پیغامي کي گوني بوت نصيحتي اهش كامله در طريقه يا اورتو مر سركتو وبلغوا كل ما امرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه وسرش كوتا هر يك چيزي كه الله رب العالمين سركنه کي حكم داتا وبذلوا غايه الجهد وجاهدوا بجميع انواع الجهاد حتى يوصلوا هذه الشريعه او اهم بلاهي يك کوشش تي كوتا يك جهدي كوتا هر چيزي كه الله رب العالمين اي حكم داتا سركنه کي اي سركنه واسطا نؤمن بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وما ايمان كار درستين پیغمبر و نبي و رسول عليه السلام ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم وما ايمان كار هر چيزي كه الله رب العالمين ما را گشتگو اي نامن تو كا وصفاتهم و اهاني صفات ان تو كا والايات التي ايدهم الله سبحانه وتعالى بها وهر نشاني قال الله رب العالمين اهن داتا اهن سرهم ايمان كار والاخبار التي جاءت عنهم وهر خبرك اهن قوم بوتا اهن سرهم ايمان كار اول الانبياء هو ادم عليه الصلاه والسلام اولي پیغمبر کے ہستے ادم علیہ الصلوۃ والسلام اول الرسل نوح عليه الصلاه والسلام واولي رسول کے ہستے نوح علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام واخري پیغمبر خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوه او الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا اكبر والله اعلم وهر کسے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دعوایا بکن کہ اپ پیغمبر یا نبی آ کافری آ دروغ بندی و آ ہنچی کفری کی مسترین کفری آ خالد مخلد فی النار